في هذا الفيديو هنجرب احنا نحسن من استخدام برنامج الفيم بتغيير الاعدادات لان البرنامج بالاعدادات الافتراضية ما بيعطيك الامكانية انك تشتغل بكفاءة وفاعلية وسرعة فابغى احسن من استخدام هذا البرنامج فاول حاجة ابغى اعمل ملف للكونفجريشن طبعا ملف الكونفيجريشن للفيم VIM هو دوت فيم ار سي في ملف الهوم لليوزر وهذا الملف حيكون خاص بالكونفيجريشن لبرنامج الفيم لهذا اليوزر فقط اذا تبغى تنقله ليوزر اخر تنسخ هذا الملف فهذا ملف الكونفيجريشن بالاضافة بالامكان عشان نطور كمان ونركب البلجينز ممكن نعمل مجلد .vim اوكي حنركز الان على ملف ال .vimrc في هذا الملف حاكتب اول configuration وهي اظهار ارقام السطور فاقول set numbers اه number واحفظ الملف وأخرج وأرجع أشغل البرنامج وأشغل الملف يظهر لي أرقام السطور آه، الآن الأرقام السطور تبدأ من أول آه، سطر إلى آخر سطر والترقيم بالترتيب ولكن آه، بعض الناس تفضل أن الأرقام تكون آه، تابعة لموقع الكرسر بمعنى الكرسر محل ما هو موجود هو رقم صفر والسطور اللي فوقه تبعد عنه بكم سطر والسطور اللي تحته تبعد عنه بكم سطر بناء عليها يسرع عمليه التنقل ما بين سطور الكود. فنقول set relative number بهذه الطريقه اصبحت الارقام تتغير ريلاتيف للكرسر محل ما يكون الكرسر بتتغير الارقام بعد كده لما تكتب كود تبغى coloring لهذا الكود آه يتبع آه نظام معين فالهايلايتنج يكون يتبع السنتكس فنفعل السنتكس للكالر او الهايلايت سينتاكس on بعد كده ممكن افعل الراب والراب هو التفاف النص لما يوصل لاخر آه الشاشه ما ابغى النص يلتف فاقول ست no wrap طبعا الديفولت هو رابنج وممكن تعمل set راب اذا تبغى تعمل فورس للراب انه يصير رابنج اولويز ممكن احدد الانكودينج فاقول ست encoding equal واحدد الانكودينج اللي ابغى استخدمه انا حاستخدم يو تي اف 8 ممكن ممكن احدد الكالر scheme بالمناسبه لو رحنا كتبنا في الكوماند color scheme تركت سبيس وضغطت كنترول دي اي نعم كنترول دي هيعطيني لستة بالكالر سكيمز الديفولت المثبتة في الـ البرنامج الفيم فعندي مجموعة منها انا افضل الدارك بلو فنشوفه كتجربة وبعدين نكتبه دارك بلو فهذا الكالر سكيم للدارك بلو فممكن اكتبه هنا اقول color scheme uh, dark blue وممكن uh, اختار انه يحدد الالوان الغامقه فاقول له set background equal dark واذا أبغاه الالوان الفاتحه اكتب light uh, ايش كمان ممكن اظهر الكوماندز اللي بقى أنا بكتبها على الكيبورد حتظهر في الركن اللي على اليمين جنب الأرقام فأقول إيش الكوماندز اللي بضغطها على الكيبورد حتظهر في هذا الركن أقول set أه شو show command وأبغى بما إني أحفظ الكونفجريشن وأرجع أشغل الملف مرة ثانية بكثرة فأبغى أعمل اختصار لهذا ال العملية هذه فاقول map واستخدم الليدر الليدر باي ديفولت هو الكي اللي انت تحدده كيوزر تقدر تغيره لاي ليدر لكن الديفولت هو باك سلاش فخليني اول شيء اغير الليدر مثلا كتجربة اقول let map leader equal وممكن هنا احط اخليه مثلا السبيس وابغى الليدر يكون ليدر دبليو وحيعمل لي دبليو عفوا دبليو اللي هو الحفظ ويضغط بعدها الانتر على اساس يحفظ الملف ويخرج عفوا يحفظ الملف فقط لو ابغاه يحفظ ويخرج حاكتب له ماب استخدم الليدر ودبليو كيو حتعطيك دبليو كيو مع الانتر ممكن الاجنور اعملها كمان مره واحده اقول هذه ليدر استخدم كيو اه عفوا ليدر كيو 1 و حتكون هنا كيو وعلامه أه تعجب و انتر طيب أحفظ عادي الآن وأشغل الملف مرة ثانية الآن بمجرد ما أضغط لو عدلت على الملف خلينا نعدل حاجة وبعدين نرجع تاني مرة نجربها لو أبغى أفعل الهايلايت في السيرش أروح في الكوماند وأقول له set highlight search بحيث أنه لما أعمل سيرش يعمل لي هايلايت للأشياء لي اللي أبغاها اضغط السبيس دبليو الان لاحظ يحفظ لو ضغطت سبيس دبليو كيو يحفظ ويخرج مباشرة ما احتاج اني ادخل الكوماند مرة ثانية اللي هي كولون دبليو كيو خلاص سبيس كيو سبيس دبليو كيو مباشرة يدخل الكوماند وينفذه فنرجع ثاني مرة انا ما احب ال السبيس كليدر اخل ابغاها ال ال سلاش هي الديفولت ليدر Uh, نجرب السيرش فلاحظ الان لو ضغطت وقلت uh, له اعمل لي سيرش على كلمه ست فلاحظ ظل كل كلمه ست الموجوده في هذا النص وبعدين يحط لك الكرسر عند اول واحده قريبه منه uh, ولكن انا ابغى يعمل كلمه السيرش uh, على الكابيتال والسمول كيس انسنسيتيف فاقول له ست اجنور uh, كيس وبرضو ابغى يعمل سيرش بطريقه ذكيه سمول سمول والكابيتال كابيتال فنفس الشيء اقول له ست سمارت سمارت كيس ايوه سمارت كيس فلما اكتب السمول يظهر لي السمول والكابيتال لما اكتب الكابيتال لوحدها يظهر لي الكابيتال لوحدها اوكي أه فجرب احفظ الآن واخرج اوكي فالآن ابغى افعل ايش؟ خلينا نقول ابغى اظهر التابز اللي هي اسماء الملفات في اعلى الشاشة وباظهر الاستاتس في اسفل الشاشه لانه الستاتس برضو بتظهر لك معلومات اضافيه او مهمه لما تيجي تتعامل مع الملفات فممكن اقول في اعلى الـ الـ الشاشه ممكن اقول ست ست تاب لاين او عفوا ست شو تاب لاين ايكوال تو هذا يظهر لي التابز في اعلى الشاشة في اسفل الشاشة ابغاه يحط لي ستاتس لاين لاست ستاتس equal تو هذا لتفعيلها آه وممكن اظهر اشياء في الستاتس فمثلا آه الستاتس عادة ايش يظهر فيه هنا في الاسفل في هذه المنطقة يظهر اسم الملف أو عفوا الباث حق الملف وبعدين أرقام الـ الـ السطور أو عفوا الكرسر البوزيشن حق الكرسر السطور والأعمدة والبرسنتج في أي جزء الكرسر في أي جزء من الملف يعني في هو في قريب من نهاية الملف في نص الملف في بداية الملف بالإضافة إلى الفايل تايب ايش نوعيه الملف اللي بيعدله هنا انا ماني عارف الملف اللي بيعدله اذا ما كنت انا اللي بشتغل عليه الان وعارف من النظره لشخص اخر او اذا فتحت الملف بدون ما اعرف هو ملف ايش ما اعرف تايب لهذا الملف فممكن اضيف هذه الخصائص في هذا السطر في اللي هو الستاتس لاين فاول شيء ابغى اظهر في الفول باث هذا الفول باث عفوا كذا برسنتج الفول باث بعدين اقول له في الجهه اليمين اعطيني الفايل تايب واترك مسافه واعطيني ال اللاين رقم اللاين وكوما رقم العمود اللي فيه الكرسر بعدين اعطيني البرسنتج 100% ل آه الكرسر في الفايل اوكي نقفل ونرجع نشغل فلاحظ الان اصبح عندي في الاعلى في التاب في اسفل الشاشه في الستاتس لاين عندك الباث حق الفايل وبيقول لك انت في الهوم في ملف الفيم آه على اليمين حتلاحظ نوعيه الملف فيم وانت في سطر رقم 15 في العمود الاول وفي ال 71% of the فايل. طيب ممكن اظهر كمان العمود على اليسار اللي يظهر لي لما اكون باكتب كود وفي اخطاء او في قوس ناقص حيظهر لك اسهم مؤشرات تدل بالالوان تظهر لك warning او ايرور فين النقص او فين الخطا في الكود فهذا يسمى ست عفوا ست ساين اوكي okay. set sign column equal yes okay um, إيش كمان الـ الكرسر ممكن أعدل في ألوانه يعني لايت لاحظ لايت للسطر والرقم اللي جنب السطر زي كده والأرقام هذه ممكن أعدل في الألوان الخاصة بها عن طريق ال set cursor line و highlight the cursor line فأقول أول شيء أفعل ال cursor line فأقول set cursor line كده أه فعلت ال cursor line ممكن أقول هاي هاي لايت لا هاي لايت اوكي ابغى اغير الوان اللاين نمبرز فاقول لاين ان ار هذه اللاين نمبرز عندي متغيرات لتعمل الهايلايت في عندي سي تيرم هذه لتغيير خصائص البولد والايتريك والاندرلاين والClear. اوكي فاذا ما تبغى تغير شيء تكتب نل وبعدين في عندك سي تيرم ال إف جي هذه تغيير الألوان تختار اللون اللي تبغاه فمثلا أبغى لون الخطوط يكون بالأبيض ولون uh, ال الباك جراوند سي يكون بال أو السيان أو نقول لايت اكرر السطر هذا واغير ابغى آه الان آه الـ Line Numbers غيرتها هذه تسمى الكرسر Line Number فبإضافة كلمة آه عفوا باك اوكي اقول كرسر كرسر Line Number اقدر اغير السطر اللي فيه الكرسر فأقول آه اللون ابغى اخلي بهذا اللون برتقال عفوا اصفر ولكن الحروف او الارقام تكون بالاحمر فاقول هنا الارقام بالريد او خليها دارك ريد دارك ريد بينما الخلفيه ب

طيب نجرب يلو. آه بعدين السطر نفسه اللاين نفسه ممكن اغيره اكرر هذا السطر واقول الكورسر لاين الكرسر آه الكورسر خلي اللاين نمبر بولد هذه خليها بولد وبينما اللاين نفسه خلي فقط أه ما بغير في الفور او في النص لكن بغير في الباك جراوند فغير في الباك جراوند اخليها جراي أه فاحفظ وارجع اشغل فلاحظ الان غيرت في الباك جراوند ولكن ما تزال الباك جراوند مش كويسه فممكن اقول دارك جراي هذه دارك جراي اشبه بالاسود حتى او ممكن اخليها بلو دارك بلو اوكي كذا معقوله طيب ف تقريبا هذه الأش... الأساسية البيسك اللي تسهل عليّ ولكن آه ال... الشغل الأكثر حيكون في الشورت كاتس فخليني أعمل ليبلز أو كومنتس لهذه السيتنجز فأقول أعطيني وأضيف عشرة هذي نقول سيلينغز اوكي okay. بعدين نقول ثلاثين uh, اوكي okay. وهذه تسعة عشر جي الان هنا هنقول الشورت كاتس لا خلينا نقول اول شيء عشرة بعدين نقول ايش شورت عشرة ابند واحد وثلاثين واحد وثلاثين ونروح على ثلاثة جي طيب الآن أبغى أحسن من تجربة الشورت كاتس لأن الشورت كاتس زي ما تلاحظ الآن في الحفظ وتكفيل الملف وإعادة تشغيله صارت أسرع فممكن أحسن من أشياء كثيرة باستخدام الشورت كاتس فأنا عملت السيف السيف وكويت واجنور وكويت فابغى اعمل البيست تكست اونلي فلما تنسخ انت احيانا بينسخ معاك الفورمات اللي هو الاندنتيشن بينسخ معاك كاركترز اضافيه اللي هي النيو لاينز واشياء زي كده فانت ما تبغى هذه الاشياء تبغى فقط تنسخ النص المعني فلنسخ النص في مود اللي هو set paste فكل ما تبغى تنسخ تفعل هذا المود فلما تدخل على insert يحط لك uh insert mode with paste uh setting وممكن ترجع تقفلها بانك تكتب في الكوماند uh set في الكوماند set no paste ويصير لما تدخل مرة ثانية insert فقط فممكن انا اعمل كي شورت كات بكي معين يعمل لي الحركة هذه اوتوماتيك فخلينا نشوف اول شيء هحدد هذا الكي وحدد انا بعمله من النورمال او الانسرت او الفيجوال مود فعندي الماب عندي آه زي ما انت شايف ماب عادي وبعدين عندي ان ماب هذه من النورمال مود في عندي كمان خيار اي ماب هذا من الانسرت مود وفي عندي في ماب من الفيجوال مود فانا هستخدم الان ان ماب من النورمال مود أستخدم لي الكي F2 أوكي فأنا بعمل ماب f 2 وأقول له set inverse للبيست اللي شفناه قبل شوية inverse البيست وعلى حسب حالة الـ لا على حسب حالة البيست أعمل inverse وبعدين أضغط enter أوكي بنفس الطريقة فحأكرر هذا ولكن بدل من ال normal mode هأستخدم من insert mode حتضغط على F2 حيعمل لك uh, select او uh, control O control O uh, معناتها اعكس او ريفرس باك بوزيشن ريفرس تو باك بوزيشن ارجع للبوزيشن اللي انت كنت فيه فلما تضغط عليها اذا كان في البيست هيروح للنو بيست no واذا كان نو no بيست هيروح للبيست اوكي ولكن الى هنا ما صار شيء الان نبدا نختار التوغل فاقول له سيت بيست toggle واقول له اف 2 الآن لو أقفل وأرجع أشغل، آه في عندي خطأ في Line 31 أروح ل Line آه 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 كومنت، أنا حذفت الكومنت من هنا، أوكي. طيب، بس آه بنرجع نرجع تاني مرة، ممتاز. الآن. لاحظ في اسفل الشاشة اضغط F2 يعمل بيست اضغط ثاني مرة نو بيست بيست نو بيست بهذا الطريقة انا اقدر اعمل توجل ما بين ال البيست و النو بيست مود ممكن كمان اذا كنت بأكتب كود استخدم شورت كات بسيط عشان يعمل لي الكومنت وان كومنت اوكي ولكن هذه تعتمد على نوعيه اللغه اللي انت بتبرمج بها عشان يحدد لك نوعيه الكومنت لانه مو كل لغات البرمجه بتستخدم نفس طريقه الكومنت فعندك كومنت بالدبل سلاش في السي لانجوجز زي السي سي بلس بلس جافا سي شارب كلها بتستخدم الدبل سلاش او الفورورد سلاش عشان تعرف الكومنت لما تيجي للباش شل سكريبت عندك الهاش هي الـ comments لما تيجي للتايب سكريبت زي الـ Vim في عندك ال الكوت زي الان لاحظ هنا الكوت هذا للكومنت فاول شيء ابغى احدد نوعيه الفايل وبناء عليها يتحدد نوعيه الكومنت ففي الحاجه اسمها الاوتو command فلو قلت له اوتو كوماند فايل تايب معناته انا بناء على الفايل تايب اللي بيشتغل عليه او اللي فتحته اشغل كوماند معين فانا بقول له اذا كان الفايل تايب سي سي بلس بلس لاحظ هنا انا عندي آه في ركن الشاشه فيم صح فانا هعمل آه فايل تايب للسي والسي بلس بلس والجافا لانه كلها كومنت آه كلها تايب واحد بعدين هعمل للباش وبعدين هعمل لل التايب سكريبت او الـ vim آه فخليني اقول الـ الجافا هذه حتشغل الكوماند آه let be نقطتين او كولون كومنت ليدر هذا اسم المتغير او اسم الـ variable equal وبعدين نحط الـ دبل هاش ولكن عشان احنا بن... بنعمل حنعمل فانكشنز ال... لازم تعرف انه في داخل الفانكشنز التعامل مع السلاش حيتعامل معاها على انها دايركتوري فلا بد اقول له سكيب كاركترز فاعطيه سكيب كاركتر باك سلاش باك سلاش على اساس يعرف انه هذه سلاشات فقط وليست دايركتوريز uh, طيب فالان نفس الكلام اقول اوتو كوماند فايل تايب للاس اتش والباش هذه حتكون let b comment uh, underscore leader equal uh, حتكون هاش آه عفوا سنجل كوت اوكي او هنا اوتو وليس اس اوتو كوماند فايل تايب Uh, them اوكي okay. هيكون عبارة عن let b comment leader equal uh, double quote اوكي okay. فهذه الفايل تايبس حددنا الفايل تايب حددنا نوعيه الكومنت الان نعمل الفانكشنز اللي تطبق الكومنتس هذه فحنكتب فانكشن عاديه وبعدين نعمل الكول لهذه الفانكشن اللي هو المابينج فاقول فانكشن الفانكشن ايش حتسوي بكل بساطه الفانكشن حاعطيها اسم اسميه كومنت كومنت اوكي كومنت لاين الفانكشن بهذه الطريقه اكسكيوت ايش السطر اللي حتعمله كومنت حتعمل سيرش عادي وتروح لبداية السطر وتبدل أو عفوا تضيف السنجل كو الكومنت سواء كان سنج دبل كوت أو هاش أو دبل سلاش فالسير أو السبستيتيوت كيف حيكون؟ حيكون نقطتين اس وبعدين سلاش وبعدين الكاروت كاروت معناتها بداية السطر أبحث عن مو أبحث عن تيك آه أول أو catch all هذه all the line فكده أخذ كل اللاين من بداية السطر إلى نهاية السطر اوكي ، وبعدين يبدله ب ال مو يبدله يضيف عليه يضيف عليه الكومنت ليدر وبعدين يكمل الكوماند أول catch حيبدلها بالجي كده اضفنا، طبعا ليش في آه نص هنا؟ لاحظ هذا آه هذا نص وبعدين في عندنا دوت وبعدين متغير دوت نص عشان الكوماند كله مكون من نص وقيمة variable فالفانكشن كومنت حتروح تبحث عن السطر تروح لبداية السطر تضع الكومنت ليدر اللي استخدمناه اللي حددناه في المتغير بناء على نوع الملف وتخرج من الفانكشن فنقول هنا آه، اوكي اند فانكشن طيب الفانكشن الثانية اللي هي الانكومنت الفانكشن الثانية انكومنت لاين اكسكيوت بنفس الطريقة هتبحث عن بداية او من بداية الملف عن ايش؟ على الكومنت ليدر وتبدله كومنت ليدر وبعدين تبدا تمسحه اوكي بعدين اند فانكشن اوكي كده عملنا الكومنت ليدر عملنا الكومنت والان كومنت وبعدين نعمل ال الكيز اللي نبي نستخدمها للكومنت فانا اقترح اننا نستخدم زي الليدر دبليو ليدر دبليو للحفظ ليدر دبليو كيو حفظ خروج فاقول ليدر كومنت وليدر ان كومنت فهستخدم ماب ماب ليدر سي سمول هذه اللي الكومنت حتروح تطبق كول على function comment line okay uh, وتضغط enter و map leader shift c أو c capital هتعمل call function and comment line وتضغط enter فتعال نشوف نجرب ابغى الان انا في ملف فيم فالفيم حيعطيني الكومنت ال دبل كوتيشن وانا في سطر 26 وابى اعمل كومنت لهذا السطر كتجربه فحاقول له سلاش او عفوا ليدر سي ليدر سي عمل كومنت ليدر ان في خطا في كتابه الان كومنت سي المفروض انه اس هنا يفترض انه يكون اس اوكي فحاقول له ريبليس ب اس اوكي ونحفظ ونرجع نشغل الان ابى اقول مثلا في تسعة كي ابى اعمل كومنت هذا كومنت وهذا ان ممتاز فكومنت ان شغاله الان نقول 14 جي او عفوا أه 14 لا عفوا فين انا كنت ايوه اخر الملف طيب عملنا الكومنت ممكن من الاشياء اللي يعني تحتاج انك برضو ما زي ما تقول تحتاج انك تضيفها لكن في نفس الوقت طريقة كتابتها اللي هي متعبة شوية أه كيف احصل على ال التايم ففي عندك فانكشن اسمها السترينج تايم السترينج فورمات تايم بحيث انك تشغل هذه الفانكشن وتعطيك التايم ففي البفر او في برنامج الفيم نفسه في عنده سترينج فورمات فانكشن تعمل لها كول وتعمل بيست ممكن انا احنا نستخدم الاف 3 بما اننا استخدمنا الاف 2 للبيست والنو بيست فممكن استخدم الاف 3 اعمل ال التايم الديت اند تايم ف ممكن اقول ماب اف 3 واقول له اعطيني السترينج اللي هو ايكوال سترينج اوف تايم اوكي وبعدين ادخل التايم بهذا الشكل ديت آه. و مانث و year بعدين أدخل الوقت اللي هي hours minutes و seconds بعدين أضغط enter و أضيف ال فهذه حتنضاف من ال in normal mode فخليني اول شيء اجربها قبل ما ليش الدبليو ما يرد تشتغل؟ اوه انا عملت لها ماب <applause> عملت لها ماب عفوا عملت لها كومنت اوكي عملت لها كومنت الان ان شاء الله تشتغل اوكي طيب فالان لو ابغى اضيف في محل الكرسر بضيف تايم اضغط اف 3 اضف لي التايم لو ابغى اضيف نفس التايم هذا من ال insert mode بإمكاني فقط أستخدم قبل الكوماند خليني أنسخه وأقول هنا uh, insert mode فأقول بدل هذا أستخدم سي ار او كنترول ار كنترول ار هيستخدم هيستخدم النتيجه حقت هذه الفانكشن ويدخلها او يرجع لك هي في الانسرت مود فنجرب الان انا هنا و دخلت الانسرت مود فاضغط f 3 حيعطيني الديت والتايم طيب كويس آه ايش كمان ممكن الـ استخدم ال طبعا ما بما انه انا فعلنا التاب ممكن استخدم التابز لانه التاب انت ممكن تكتب تاب نيو يفتح لك تاب جديد ممكن تقول له اه تاب اديت اه اوكي وتقول له ابغى اعمل اديت للدوت فيم ار سي حيفتح لك الدوت فيم ار سي لو تبغى تقفل تقول له تاب كلوز يقفل لك تقول له برضو تاب كلو Close. يقفل لك التاب فممكن اعمل شورت كات لهذه الاوامر بدل ما اكتبها اعمل لها شورت كات اختصار بضغطة زرار يفتح لي تابز ويقفل التابز وينقلك من تاب الى تاب ويا لك التابز ففين نعملها نعملها هنا للتابز في الاخير فاول شيء النيو تابز فنقول ماب النيو تاب a النيو تاب ايش استخدم لها شورت كت خليني اقول ليدر ليدر تي ان يعني اقول سلاش تي ان افتح لي تاب ايوه تاب نيو ويضغط الانتر لو قلت له تي سي هذا كلوز التاب اوكي okay. ويضغط الانتر لو قلت له لو قلت له ايش كمان اه... ات... اروح للتاب الثاني والثالث والرابع فاقول له تاب تي تي لانه تي ان ما تنفع ابغى نيكست تاب فاقول له تي ان هي تاب نيو فانا اقول له تي تي يصير تاب نيكست تاب نيكست واضغط الانتر لو قلت له لو اي تاب اديت تاب اديت ممكن اعمل فيها حركه اضافيه آه... اللي هي طبعا اختصارها تي اي ولكن حتكون تاب اديت بالاضافه الى انه حيضيف بعدها كنترول ار اللي هو يعطيك ريزلت للملفات اللي تبغى تفتحها يصير تختار عن طريق الاسهم مباشره ايش الملف اللي تبغى تفتحه ما تحتاج تكتب اسمه فاقول له اكسباند عفوا اكسباند اوكي اكسباند اكسباند ايش آه اعطيني الباث باث للهوست الكرنت او الباث للكرنت هوست اوكي الباث للكرنت هوست واضغط انتر ورجع لي الكرسر عشان اكتب أوه. تقريبا هذه الاشياء نجربها فالان لو قلت له سلاش تي اعطاني نيو تاب لو قلت له سلاش تي فتح لي الملفات اللي اختار منها عن طريق الاسهم ايش الملف اللي بعدل لو قلت له اعدل الباش ار سي افتح لي الباش ار سي لو قلت له ارجع لي, لي مل... التاب حق الفيم ار سي اقول له سلاش تي تي اوكي فين رجع ايوه رجع للتي فيم تي ار سي وسلاش تي تي راح للملف اللي بعده ابغى اقفل اقول له سلاش تي سي آه. سلاش تي سي ايوه قفل سلاش تي سي طبعا لا آه. لابد تكون سريع هذا آه. اندو اقول له سلاش تي سي قفل طيب آه ايش كمان ممكن اعمل آه ال بما انه بنتكلم عن برمجه واكواد فممكن اعمل آه تمبلت للبرامج اللي انا بستخدمها يصير احط التمبلت وابدا اشتغل على طول على الكودينج والحل والفكره مباشره فخليني اول شيء اضيف السكشن الجديد هذا السكشن حيكون اسمه اوكي اقول عشرة سمي سنيبت اوكي وعشرة س... اوكي بعدين نقول ثلاثين آه طيب ففي داخل هذا السكشن حاعمل السنيبت ولكن قبل ما اروح هنا في المجلد الـ المجلد الهوم لو نيجي عند دوت فاقول في داخل الفيم vim دي مجلد دوت طبعا ما في شيء فانا حاعمل في داخل هذا المجلد آه, مجلد اخر اسميه snippets اوكي وادخل في داخل السنيبتس واعمل ملفات الـ السنابتس فاقول او التمبلتس اللي ابغاها فاقول اول شيء حاعمل الهيدر اللي هو المعلومات حقت الكود فاسميها الهيد هيدر دوت سنابت واقول فيها في هذا الهيدر في عندي الاوثر وعادة اكتب اسمي او اوكي كده فقط بعدين آه اعمل ال create date والديت هخليه يتكتب اوتوماتيك عن طريق ال F3 زي ما شفنا الاختصار وال update date برضو هيكون اوتوماتيك اليوزر بعد ما يحدث الملف ممكن يغير التاريخ هنا آه اخر حاجه حخليها ال subject سواء كايش موضوع الكود ايش اللي بيحصل في الكود ونحفظ ونقفل هذا الملف هعمل السنيبت الثاني للغه الباش فاقول هنا باش دوت سنيبت وفي الباش حاجه بسيطه هاش بانج سلاش بن سلاش باش ما احتاج اضيف شيء تاني احفظ واخرج اعمل الملف الثالث للغه السي سي دوت سنيبت والسي حاضيف الاستراكشر حق البرنامج السي او سكيلتون واضيف عندك ال الانكلود واقول انكلود اس تي دي اي دوت اتش اضيف اغلب اللايبراري اللي بتستخدم برضو انكلود اس تي دي لب دوت اتش ممكن أعمل include ل uh, unistd.h إذا بتستخدم string ممكن تضيفها ل لكن أنا هستخدم هذه الثلاثة كافية بالنسبة لي main انت argc, سي array of character ل argv و uh, نقول ريتيرن زيرو ونقفل ال ونحفظ الان لو رجعت على الهوم دايركتوري ورجعت على ملف سي قبل ما اجي هنا خليني اشوف كيف حتصير عمليه اضافه هذه الملفات فلما اكون انا في كود مثلا لنفرض انه عندي الكود تيست دوت سي ملف سي اوكي وابغى اضيف فيه السنيبت حق السي فبكل بساطه هروح لاخر السطر واقول له اريد من الفايل اللي هو دوت فيم سلاش سنبت سي دوت سنبت فحيقرا ويضيفه عندي فأنا أبغى العملية هذه تصير كلها في ضغطة زرار واحدة فأختار شورت كات وأعمل هذه العملية مباشرة يصير يضيفها مباشرة كمان أبغى يضيف قبلها ال إيش يسموه هذا ال أوكي فأنا أبغى يضيف الهيدر ولكن أبغى يضيفه في السطر زيرو فلاحظ أبغى يعمل هذه الحركة يضيفه وأبغى كمان يفعل الكومنت لانه هذه كومنت ما هي من ضمن الكود فيبغى يروح يسوي زي كذا ويعمل لي كومنت فيصير بضغطة زرار واحدة أو, أو على الأقل اثنين أو ثلاث أسهل من إني أقعد أكتب هذا الكلام كله وأعمل الكومنت بنفسي فتعال نشوف كيف نعمل هذه الحركة نرجع للفيمار سي ونعمل أول شيء بالترتيب الشورت كات للهيدر اولا فبما ان انا بدات استخدم الافز ف اف 1 عفوا اف 1 عادة للانفورميشن اف 2 اف 3 اف 2 استخدمتها للبيست و اف 3 للديت والتايم ف اف 4 ممكن اخليها للهيدر فاقول هنا اف 4 أو F4, F5 وبعدين تصير F6 ولكن على حسب السيستم يعني أحياناً أنت بيكون عندك السيستم في الحروف أو الكاركتر مستخدمة أنا السيستم اللي بشتغل عليه F6 مستخدمة فأبغى ثلاثة حروف أو ثلاثة كيز ما هي مستخدمة تكون جنب بعض فخلينا نشوف 4 و 5 ما حينفع لأنه 6 عندي مستخدم للويندوز بحيث انه يعمل توجل للويندو شو ويندو او شو ديسك توب فخليه سبعة وثمانية وتسعة فحغير خليها اف سبعة واقول ابدا بالهيدر قلنا الهيدر نبغاه يكون في التوب فمن السطر زيرو ريد لي ملف اوكي ريد لي الملف من الهوم دايركتوري واسم الملف فيم ولكن انا ما ابغى اكتب الان لاني ماني حافظ السبيلنج حق النص حق الفولدرز اللي موجوده فبامكان بامكان استخدم هذا هذه الحركه البسيطه في الفيم نفسها يكمل لك الدايركتوريز او الفايلز اللي موجوده في الدايركتوري تضغط كنترول اكس اف فيطلع لك الملفات اللي موجوده في الدايركتوري تختار اللي اللي تبغاه منها او تفضل ضاغط على الكنترول وتضغط ان وبي حيختار لك هو ايش الملفات لما آه، تختار الملف تضغط على آه، تضغط على كنترول اكس اوكي فكنترول اكس اف يروح للملف اللي بعده كنترول اكس مره ثانيه يروح للملف اللي بعده فتختار انا ابغى ايش ابغى الهيدر اوكي فكذا انا اخترت الهيدر طيب فاضفت الهيدر بعد ما يضيف الهيدر يضغط ايش انتر عشان يعمل لك ريد للكونتنت او المحتويات حقت الهيدر ولكن زي ما تلاحظ زي ما لاحظت قبل شويه انه بعد ما يقرا الملف ويحط لك الكونتنت حقه حيفضل الكرسر فوق ف احتاج الى انه اغير اشياء بسيطه بس اول شيء خليني اجرب المابنج هذا هل هو صحيح فنرجع للتست واقول له اف 7 مظبوط اضف لي الكود ف اف 7 بيضيف لي الهيدر ولكن ابغى بعد ما يضيف الهيدر يعمل عليها كومنت اوكي او عفوا قبل ما يعمل عليها كومنت يضيف لي التواريخ لانه الهيدر بدون تواريخ الان فابغى يضيف التواريخ التواريخ اختصارها اف 2 عفوا اف 3 اف 3 فنرجع نخرج بدون حفظ ونرجع هنا ونقول له كيف تختار التواريخ اول شيء انا في السطر الاول فحاقوله له انزل بالجي سطر واضف التواريخ اللي هي F3 آه. 3 وبعدين آه اللي هو الكرييت ديت وبعدين برضو اعمل جي ثانية واضيف ال ابديت ديت حيث يكون نفس الكرييت والابديت نفس الديت وبعدين أبغى يعمل كومنت لكلها ف جي يطلع لأول سطر عشان يبدأ من البداية ويختار كابيتال في اللي هو سيلكت هول لاين يختار السطر كامل يعمل له تظليل أو مارك وبعدين ثري جي يحدد أو يظلل الثلاث سطور اللي تحت السطر هذا اللي هي الأربع سطور حقت الهيدر كاملة أن يحددها ويعمل كول للفانكشن حقت الكومنت شايف الان ليش استخدمنا فانكشن فيعمل كول لفانكشن الكومنت اندر عفوا كومنت لاين يفعل الكومنت لهذه السطور تعال نحفظ ونجرب مرة إف F7 ممتاز والكومنت على حسب نوع الملف السي استخدم دبل سلاش تعال نجربها باستخدام الشيل نقول له اف سبعة غيرها الى هاشز واضف لك المعلومات كاملة في ضغطة زرار واحدة طيب نرجع ثاني مرة للفيم ار سي نبغى الان نعمل خلصنا من الهيدر الان نبغى نضيف اف ثمانية ريد الباش خلينا نشتغل على الباش دوت فيم واقول له اكس اف و آه... طيب Xf مره ثانيه سنيبت اكس ابغى الباش اوكي بعد ما اضيف الباش اقول له ببساطه انا في السطر الاول حق الباش انزل لي السطر الثاني واعمل لي انبوت لي كاركتر او انبوت ل uh, insert مود بالنسبه للغه السي اف 9 حتكون و ريد برضو نفس الفكره دوت فيم و نقول له اكس اف اكس اف وهذه المره اختار السي اوكي okay. طيب بعد ما نختار السي انتر ومشكلة السي إنه الكتابة في داخل المين فخلينا نرجع تاني مرة نحفظ نرجع للسي اف تسعة فلاحظ هو واقف في بداية الملف أو بداية السطر حق الكود الخاص بالسي فلما أقول له أنزل أبغى يبدأ في المين المين عندي واحد اثنين ثلاثة اربعة اربعة جي وبعدين ادخل في الكتابة. اوكي اربعة جي وادخل في الكتابة. نرجع للكود هنا نقوله بعدها اوكي اربعة جي وابدأ اعمل إنسرت للنص. نجرب كذا الآن لنفرض عندي تيست دوت سي وابغى اكتب كود فاقوله <hesitation> آه اف سبعة اف ثمانية وابدأ اقول له برنت uh, اف واقول له هنا هلو وورلد اوكي واحفظ واخرج بعدين جي سي سي تيست دوت سي وفي عندي خطأ برنت اف وارنينج مش خطأ برنت 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 خطأ ارجع للكود برنت مش بهذا الشكل برنت اف اوكي جي سي سي وعمل الكومبايل ممتاز اي دوت اوت اعطاك هلو world ممتاز ممتاز جدا ممتاز فالان الفيم تحسنت التجربه بشكل كبير جدا 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 ف خليني اشوف في اشياء ثانيه ممكن تضيفها يعني مثلا نرجع للكود حق السي لو كان عندي فانكشن زي كذا وابغى اعمل فولد ممكن اقول زد يعمل لي فولد ممكن اخلي العمليه هذه اوتوماتيك فاقول ايه. له زد اي اعمل لها اختصار او اذا كان عندي اكثر من فولد زد ار لفتح كل الفولد وزد ام لاغلاق كل الفولد وهكذا هذه ممكن اعمل لها شورت كاتس برضو ولكن ما اشوف الفولد مهمه بذيك الدرجه ولكن بامكانك تفعلها يعني انت ممكن هنا تيجي على الكود او عفوا ال فيمار سي وتروح على السيتنجز لا هذه الشورت كاتس هنا السيتنجز وتقول له انا ابغى اضيف uh, في السيتنجز uh, set فولد uh, ميثود وتختار الميثود اللي انت تبغاها فمثلا ممكن تختار آآ آآ syntax اوكي ممكن تختار مانوال كيف اعرف ال كيف اعرف هال الميثود اللي انا ابغاها لو كتبت في الكوماند هيلب وكتبت فولد ميثود وضغط انتر حيطلع لك الميثود هذه manual indent expression marker syntax def فمثلا لو اخذنا الاندنت indent, indent اي indent يعمل له folding فمثلا شوف هذه مثالها كيف uh, indent indent اوكي okay. الان لنرجع لكود السي لا ما اشتغلت fold method i think equal اوكي okay. ايوه فلاحظ الاندنت عمل لها اوتوماتيك فولدينج فممكن انت تستخدم هذه الطريقه اذا تبغى يظهر لك فقط الهيدرز حقت الفانكشنز وما يظهر لك المحتويات اذا كان عندك اكثر من فانكشن فتعمل للاندنت فولدينج وكل اندنت هيعمل لها فولد لحال اوكي okay. فبكذا حسنت من تجربه استخدامك للفيم بتفعيل خصائص وعمل عمل شورت كاتس وعمل سنيبت وتغيير الكونفيجريشن لبرنامج الفيم عن طريق تعديل ملف ال دوت اوكي اتمنى تكون استفدت من هذا الفيديو وباذن الله تتحسن تجربتك وتتطور في استخدام برنامج الفيم